عندها المرء إجلالا وإكبارا لهذا الإمام العظيم. إذن أمر بمعروف، نهي عن منكر، زهد، ورع، عبادة، ارتفاع عن الدنيا وملاهيها ومباهجها ومفاتنها، حرص ودأب على طلب العلم. هذه العوامل الخمسة جعلت منه إماما كبيرا وتركت له أثرا في العالمين. وهذه نقطة أنا أحب في الحقيقة أن أذكرها لكم لتفرد الإمام النووي بها بين كثير من علماء عصره، بل بين كثير من علماء الإسلام، وهي قضية ترك الأثر. وهي دراسة موسعة، أنا ذكرتها في أكثر من شريط وأكثر من كتاب وأكثر من رسالة، لكن كلمة مناسبة السياق. هذا الرجل العظيم ترك آثارا، متى توفي؟ 76 و600، عن أقل من 45 سنة، يعني متى توفي؟ من 750 سنة تقريبا، أو إن شئت الدقة 758 سنة. طيب، ما زالت آثاره في العالمين، وكما شرحت لكم في مسرد كتبه وتصانيفه. كيف استطاع أن يترك هذه الآثار؟ بجملة العوامل وتوفيق الله تعالى له لا شك. طيب، كيف أستطيع أنا أن أستفيد من هذه القضية؟ يعني ماذا أريد؟ أريد أن يموت الواحد منا يوم يموت وقد ترك أثرا في دنياه. يعني لا يصح أن يعيش الإنسان منا 50 60 70، أقل أكثر، ثم يموت كما يموت البعير لا يدرى به ولا يعلم عنه شيء، لا يعرف أهو حي أم ميت، أهو باق على قيد الحياة بعد أم مات. أما سألتم أنفسكم مرارا وسألتم أصحابكم وقلتم لهم فلان عايش أو مات، فلان باق أو مات، أي يكثرها، أليس كذلك؟ ما ندري فلان عاش أو مات، لأنه فعلا لا يدرى عنه أحي أم ميت، ما له أثر. لكن الإنسان صاحب الأثر إذا مات تهتز له الدنيا بموجب، يعني بنسبة الأثر المتروك. فهل تستطيع أن تموت يوم تموت وقد تركت أثرا في هذه الحياة؟ ضروري جدا، ضروري جدا. يعني كنت في مركز صيفي فسألت أحد الشباب الصغار، قلت تعرف جدك؟ قال نعم. قلت يعني مات؟ قال لا، باقي على قيد الحياة. قلت نسأل الله أن يحفظه. سألت شاب آخر ما زال الشاب مراهقا صغيرا، قلت له تعرف جدك؟ قال نعم. عايش؟ قال لا والله مات. متى؟ قال من سنتين. قلت أريدك أن تصدقني القول صادقا، هل ذكرت جدك في السنة الماضية كلها؟ هل دار بخاطرك؟ الولد منبهر بالسؤال وظل يفكر، ثم قال لي والله يا أستاذ ما أظن أني تذكرت أبدا طيلة السنة الماضية هذه. قلت مرة 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 على خاطرك؟ قال أبدا. قلت لو تذكرته أنا مرة على خاطري؟ ضحك الولد، قال أنت أول مرة تراني، كيف تعرف جدي؟ قلت له اسمع، جدك مات من سنتين فلم يعد يذكره قريب ولا غريب، كيف بعد 20 سنة؟ كيف بعد 200 سنة؟ هل سيذكره أحد؟ قال لا طبعا. قلت له إذن هل تريد أن تموت كما مات جدك؟ قال لا. قلت له احرص على أن تترك عملا رائعا في دنيا الناس فتموت يوم تموت ويقال عاش فلان ومات فلان وهذه آثاره، أو مر وهذا الأثر. طيب لماذا نحن نحرص على الأثر؟ أو من أجل الرياء؟ معاذ الله، لكن من أجل أن يترضى الناس عنا ويترحمون علينا ويذكروننا بخير ويستفيدون من أثرنا هذا. والأثار تتنوع، رجل ترك أثرا ماليا عظيما، بنى سلسلة مساجد في العالم، ارتفع، بنى سلسلة مدارس عالمية، بنى أشياء عظيمة في العالم الإسلامي، فارتفع ذكره في الناس والعالم، وصار الناس يستفيدون من آثاره، يتعبدون فيها ويدرسون يتعلمون. رجل آخر ترك علما واسعا عظيما والناس يستفيدون من علمه، مثل النووي. رجل آخر ترك تلاميذ. رابع ترك آبار وحفر آبارا عظيمة، سلسلة آبار وبقيت آثارها، ما بقيت الدنيا. إذن احرص يوم تموت وقد تركت آثارا تدل على حياتك. لكن ما الفائدة؟ إن مت ولم يدري بموتك أحد ولم تترك أثرا يدل على أنك عشت في هذه الحياة مدة من الزمان ثم مت. هذه قضية لو فقهناها
لو عرفناها تمنعنا النوم بالليل. كيف أموت يوم أموت وأنا ما تركت شيئا وأنا ما عملت شيئا؟ إذن هذه قضية خطيرة للغاية. النووي رحمه الله تعالى اسمع وسمعتم كم ترك من الآثار العظيمة جدا، واليوم الدنيا مليئة بمصنفاته وكتبه. هل ينساه الزمان؟ هل يتجاوزه التاريخ؟ ما أظن هذا أبدا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سيبقى عوام المسلمين وأطفال المسلمين يمر على ذكراهم وخواطرهم الإمام النووي ولا يغيب عنه، كلما رأوا رياض الصالحين أو الأربعين النووية أو حفظوها أو كذا. إذن هذا أثر رائع جدا. تسألني كيف أترك أثرا؟ هذا أمر يرجع لك أنت، أعلم بظروفك وأوضاعك، لكن احرص فإنك لا تعلم متى يأتيك الموت. احرص حرصا عظيما على متدارك هذا الأمر وعلى العمل بجد واجتهاد لأن تحصله قبل أن تموت. هذا إبراهيم عليه أفضل الصلوات والتسليم، والقصة طويلة، طلب هذا الأثر من الله تعالى، طلب على عظم شأنه ورفعة أمره، قال اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل الآخرين الذين يأتون من بعدي إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة يثنون علي ويصلون ويذكرونني بخير. فالله تعالى أجابه، قال وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال في سورة صاد واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الحكمة والقوة إنا أخلصناهم بخالصة، أي في عالمهم في زمانهم. إيش الخالصة؟ الهدية لهم خالصة دون العالمين، ذكرى الدار، ذكرى الدار. وإنهم عندنا، وانظر إلى كلمة عندنا ما أروعها وما أجملها، لمن المصطفين الأخيار. إذن هذا الأثر طلبه سيد الأنبياء وشيخهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهل نطلب نحن هذا الأثر ونعمل جادين مجتهدين لتحصيله؟ أرجو هذا، فهو من أهم المهمات. هذا هو الإمام النووي وهذه سيرته، وله آراء شهيرة في الفقه مبثوثة في كتابه المجموع وكتابه منهاج المنهاج منهاج الطالبين، وله فتاوى مجموعة مطبوعة أيضا لمن يريد أن يعرف فقهه وعلمه وفتاواه، وله كتاب أيضا في ذكر الصالحين اسمه بستان العارفين، كتاب من أجمل الكتب وأرقها، لما تقرأه تسيل دموعك. وله كتاب اسمه التبيان في آداب القرآن، من المناسب أن نقرأه في رمضان. التبيان في آداب القرآن والله كتاب رائع، وفيه سير الصالحين وقراءتهم القرآن. يعني أنا والله ماذا أتكلم عن هذا الإمام وعن كتبه وعن آثاره وعن روعته، لكن أقول هذا مكافأة الله تعالى له، فلنحرص على تحصيل هذا العلم وعلى الاقتداء به والاتساع. لما كان في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع الذي مات فيه رحمه الله تعالى، ذهب ليودع أصحابه وأحبابه، كأن الله ألقى في روعه أنه سيموت، ودع أصحابه في دمشق وبكى وعانقهم ووصاهم بتقوى الله تعالى، وذهب إلى نوى، وما كان أقل من أسبوع إلا وتوفي رحمه الله تعالى في سنة 76 و600، وقبره في نوى معروف إلى اليوم. نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يرفع درجته في عليين وأن يلحقنا به في أحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.